Depo on the beat. حيو الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم معاذ اوسني. شو هاد؟ تيست سموك ديتكتر. ايوه والله شي حلو هذا، اول مرة بعرفه يا شباب. تيست سموك ديتكتر، اوكي. هي انه اختبار انه للش اسمه كاشف الدخان او كاشف الحريق. ورجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة ماي سمر كار. والله هي حلوة، هي عجبتني هي يا شباب. تيست سموك ديتكتر، انه هذا بيكشف الحريق اذا صار حريق يعني بالبيت، انه بيعمل تيت تيت تيت، تعرف شلون بيعمل هيك هيك. فحلو والله، اول مرة بعرفه. المهم اليوم بهالحلقة هي راح احاول اروح اجيب، مو راح احاول، راح اروح اجيب هي الجرافه تبع اللي بتساوي تبع الزراعه هي الكبيره، عرفتوها. اليوم راح اروح اجيبها لعند المزارع ونشوف قديش بيعطينا مصاري. بدي شيء يعني محرز. انا هذيك المره اعطانا 3500، ما كانوا هال يعني هالقد بعد التعب كله، بس يعني الحمد لله ما في مشكله. طيب اول شيء خلينا نروح نشرب مي. ايش شوف، مقطوع الكهرباء ولا ما مفصول؟ اه شغال. هتقلي عليه فاتورة كهرباء يا اخي، والله مشكلة هيك. عندي فاتورة كهرباء يا ليل. اوكي اوكي ما في مشكلة، اعطينا انا معناتها هي البيرة. وين البيرة؟ اعطينا البيرة. هون في وحدة، ايه في وحدة هون، تمام. اعطينا بيرة، اوكي تمام. بس صار بلش يهز كتير صار. خلينا نروح على الحمام. طيب خليني اخذ معي اكل. في اكل ولا ما في اكل؟ اه في اكل بالفان يمكن، الحلقه الماضيه حطيته. وينه؟ والله كان في كيس يا اخي، اشتريت كيس بالحلقه الماضيه، وين راح؟ يكون بالستسوما، ما في شيء. وينه؟ طيب مهم ما علينا، خلينا ناخذ اي شيء من البراد. خلينا نروح، ايوه هي وحده خلاص، حطها بالشنطه هاي. خلينا نروح نمشي. طيب هاي الجرافه هاي الكبيره موجوده على الطريق العام، بس هيك على جنب. فخليني اروح اجيبها، خليني اروح بالميتور، لانه يعني الميتور صغير فبقدر احطه بقلبه. وينه ليكو؟ بس خليني اشوف في بنزين ولا لا. طيب هاي جبت البيدون، افتح لشوف. هاي فاضي شوي، عبي عبي عشان ما ينقطع بالطريق. طيب اوكي سكر بقى، خلينا نروح فيه. خلينا نجيب الهلمت كمان. ايوه عليك، تعال ما نفوت لجوا، لبسنا اياها معلم. يلا انه بلبسها مشان شو اسمه، مشان الشرطه، لانه اذا شافنا الشرطه بيعطينا مخالفه. طيب يا شباب خلينا نروح لعند المكان هذا، عند الشارع العام، بوصل لعند هي الجرافه الكبيره وبعدين برجع. اوكي باك يا شباب، بعد الحادث اللي صار والله ما بعرف، فتت بالقطار بعدين ما بعرف شو صار، فتت نزلت تحت الارض، ما بعرف اختفيت. انا اضطريت ارجع اعيد اللعب من جديد. وصلنا لعند الجرافة هي اخيرا. اوكي نحط الموتور فيها احسننا، مشان نرجع فيه على البيت. طيب اريني واقف شيل هي. ايوه يا سلام ليك ما احلاها. هي مشان شو؟ مشان الزراعة يعني، مشان تحصد وتزرع وتحف الارض يعني. طيب اول شي مشان نطلع نشوفها. يا سلام ليش كبيرة والله، بس شكلها بطيئة، والله شكلها بطيئة. يا سلام ليك تون كمان كم بس ثلاثة يا حبيبي، والله بطيئة شكلها. طيب اول شي خلينا اخذ الموتور تبعي. اول شي طفيه، هي اول شي ناخده نحطه، نحاول نحطه جوا. لا لا ضيقة، واي اي اي اي، لا 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 لا، هدي. ايوه بس خلاص خليك هيك، والله شكله ما بيعود يا شباب. نجي نشوف هيك، شكله ما بيعود، شكله بده يساوي لنا جليتشات هذا. كان هيك طلعوا خلاص، ما بيعود فوق هي فوقها هون، ما بيعود هيك، احطه بس وخلاص. خلينا نحطه هون خلاص، بكفي ان شاء الله هيك ما يقلب او يصير او يوقع من هي
طيب خليني احط الهلمت كمان جوا هون، خليني اشيك عليه كل شوي مشان ما يوقع، عشان اذا وقع ارجع اجيبه. طيب خلينا نشوف هاي الجرافه شلون تشتغل. وين اللاده؟ شو هاد؟ باكينج بريك، باركينج بريك، هذا الفرام الايد. طيب وهون تشتغل. ايوه اشتغلت؟ ما اشتغلت. شلون تشتغل هاي؟ لايتس. وشو هون؟ شو في هون؟ شكلها هي. ستارت ستوب. نشوف هيك. سبيد كنترول. يمكن هي لازم تساويها هيك للنص بعدين شغلها. ايوه يا سلام. بس هي مشان شو هي؟ ستوب وستارت. هيك بيوقف، هيك بيشتغل. اوكي والله كتير يا بطيئة يا شباب، والله شكلي راح اخد تقريبا 5 ساعات وانا عم بمشي فيها. امشي امشي امشي. ايوه امشي. والله شكلي راح اطول. شو بدي اسوي هيك؟ انا لا امشي. والله بتطول كتير يا اخي. ما في مثلا رينج نغير السرعة؟ ما في غير هاي كنترول سبيد. سبيد كنترول. هاي الموتور معي ممتاز، الموتور ما وقع بس كتير بطيئة يا اخي. والله هيك راح اخد وقت، انا تقريبا راح اخد يمكن 2 ساعة وانا عم اوصل. هيك مستحيل هيك يا اخي، معقول هيك السرعة؟ ان شاء الله يكون كمان المصاري محرزين، يعني مثلا اذا وصلت يعطيني مصاري محرز، يعني مو 3000، اكتر بدي اكتر انا. بس والله راح طول خلص بس اوصل. ما بعرف شلون بدي، يا بشوف طريقة بركي فيها، في طريقة لازم اسرع فيها. المهم بس اوصل على عنده هذا برجع لكم. اوكي يلا بسم الله. اوكي يا شباب، باك باك. ويا ريت ما اخذته، يا ريتني ما اخذته. شو الحلقة؟ يمكن تطول. لا يمكن ما تطول، يمكن عندي بتطول بس عندكم ما هتطول. طيب الدنيا هلا سكرت، ما بعرف كمل ولا نام. اوه معليش، رجعي 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 مشان الله. هلا بدي سنة ترجع. يا ريتني ما اخذته يا اخي، والله ندمان اني اخذته، كان خليه على 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 حاله. ليش عم تمشي جدا بطيئة؟ معقول يضيع وقت كامل على هي بس؟ طيب طفي 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 خلاص. اوكي حطها هي على الجنب. طيب خلينا نشوف هذا عنده اكل مفتوح هذا ولا. وما عندي معي مشكلة، ما معي مصاري، بدي نام كمان. فين اكون نام؟ بال 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 بالفان هنيك، مو بالفان، بالشاحنة، الشاحنة هنيك. خلينا نروح نام فيها احسن لي. بدنا مي بس، معي اكل ومعي بير، هدول بتصبيرة هدول. اوكي تعال ننام بس خلينا يطلع الصبح. بس حلو ان هلا نام ما يطلع الصبح. نام نام هلا نام. بشوف ايوه طلع الصبح، صار بدنا الجوع والعطش، صرنا جوعانين وعطشانين. خلينا نرجع على هاي البطيئة مثل السلحفة. والله ابطأ من السلحفة بذاتها. اوه هي مي، هي مي. اوكي اوكي تعال تعال نشرب مي من هون. الحمد لله والله انه ضافوا هاي ميات، والله مهمة هاي. يلا نزل. ايوه اشرب 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 يا حبيبي اشرب. نزل كمان. اوكي رجعنا للسلحفة تبعنا، رجعنا للسلحفة تبعنا. ما فيها بنزين؟ خايف تقطعني كمان. هو هذا جلسه، هذا حيوقع جلسه معلم. وده اللي جوا. اوه لا 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 حيوقع حيوقع. ما في غيره املي انه ارجع على البيت. وقف هون عود منيح. ايوه بس خلينا نكمل طريقنا. الله يعيننا على الطريق، مو بعيد صار، وصلنا تقريبا. فخلينا نكمل طريقنا بسم الله. شغل عمل لي ستارت بعدين نشغل من هون.
بعدين قوي هي، هي لازم تقويها قبل ما نشغل شو اسمه هي. ايوه ليكو هذا اجا معلم، ليك بالمسكليت جاي. السلام، بتذكر اول مرة لما شفته هيك صورته على السريع، نزلته على الحلقة بالحلقة الماضية من السلسلة الأولى. اسأل الله أيام السلسلة الأولى يا شباب، كانت أيام. طيب خليني أكمل طريقي لحد لعنده للمزارع ونشوف شو بيصير معنا. أوكي يا شباب باك. يعني حتى هون الطريق من هون من عند السوبر ماركت لهون أخذ وقت لأنه من كثر ما له بطيئة، بس يلا الحمد لله مشي الحمد مشي الحال مشي الحال. خلينا نوصل. ليكو ليكو اللعب هذا هذا الفهمان هذا، ان شاء الله يعطينا شيء هذا شيء محرز. مرحبا حبيبي شلونك؟ حطوا لها جوا. حطيت لا ليك هون في مكان هون. اوكي تمام تمام خليني احط له اياها هون. شو ها تبع البنزين هون تبع المازوت تبع الديزل موجودة هون. عمان نسيان انا هون، يا اما انه اتمتت انا يمكن ضاعت، انا ما اظن بتذكر ضاعت يمكن وانا نسيان شو صار. المهم هلا باخدها، خليني بس احطها هي لجوا نظبطها. ايوه بس 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 خلاص طفي 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 خلاص انتهينا، سكر طفي خلاص ما عم بدك شي. شكرا يعطيك العافية. هات الأغراض تبعتي ونجيب الموتور. لا بس يا حلو نجيب الموتور وصف لي اياه هون هلا. خلينا نجيب نشوف قديش بيعطينا مصاري. وينو؟ الو وينك معلم؟ وين راح؟ عليك وليك وليك. تعال حبيبي تعال اعطينا مصاري، بس ان شاء الله يكونوا مصاري يعني اذا كانوا 3500 كمان بصير. هات مصاري. طيب هات مصاري يا حبيب، مصاري بدي مصاري. هاي البطيخة عندها. طيب هاي زبطنا خلاص. طيب طفي طفي خلاص طفي. خلينا نشوف ان شاء الله هلا بيمشي الحال. وينو؟ تعال حبيبي. وين راح؟ اختفى. هاليكو ليكو تعال هات المصاري، خلصنا من نروح، احنا علينا اشغال تانية ما عندنا غير شغلك يعني. هات ايوة 1500. والله انك حق نصاب نصاب ابن نصاب انت، تعطيني 1500 على هالشغل هذا بس. جود باي. هذا هيدا اني اذا اعطيك شي مرة تانية هشتغل لك شي ماشي. 1500 يعني كل الشغل هلا بيطلع يعني تقريبا 1500 هلا، وتجميع هدول العشبات كلهم 3500. 5000 5000 اخد. والله مو عدل هاد لسام اشتغل، والله انك نصاب ابن نصاب. 5000 على كل شيء، والله هذا اقل شيء لازم اخذ منه 10000. طيب مو مشكلة بسيطة ما في مشكلة. خلينا نمشي خلينا نمشي. في شغلة واحدة نسيتها بالكون عليها، انه في بطاريات جديدة باللعبة. في بطاريات جديدة يعني هلا صار فيك الفلاش لايت والمسجل اللي موجود بقلب الغرفة عندي، هدول صار بدهم بطاريات حتى يشتغلوا. فخلينا نروح نشتري البطاريات ونجرب هدول الفلاش لايت والمسجل. خلينا نروح نشوف هيك. ها يا شباب والله صرت عم حس اني مطاير حتى بالموتور يا اخي، عم حس حالي اني وشو ها شو صاير هون مين ها؟ اما هذا العم اكيد العم من طاقيته عرفته هو ايه. رابع بيب شو عم تساوي هون؟ بدك مي؟ اي وفقك عم تدمر حياتك انت. طيب خلينا نفوت لعندها. السلام عليكم. اهلين اهلين مرحبتين. البطاريات هدول ليكم 4 حبات، خلينا ناخذ تنتين ولا ايه؟ خلينا ناخذ تنتين حقن. اوه والله حقن 34 يا لطيف. يلا هات تنتين يلا.
حقون 69. اوكي هاتون يلا خلينا نشوفهم بالله. ايوه يا سلام، هي من اول لازم يكون هيك على فكره، يعني الفلاش لايت لازم يكون فيه بطاريه، وكم شغله كمان تانية لازم يكون فيها بطاريه. بس ديكو اعطينا اكل ثاني ناكل لانه جعنا كثير. اوه شكلي ما بقدر اكلهم كمان هيك، والله شكلي ما بقدر اكل هيك يا شباب. شكلي لازم انه في تحديث انه شو لازم تحطهم على الفرن وتطبخهم بعدين تاكلهم، يمكن ما عاد تاكلوا نيين، ما عاد في ما عاد تقدر تاكلها نيه. طيب هلا هاتوا ما في مشكله، خلينا نروح على البيت مشان نجرب البطاريات. طيب يا شباب خلينا نروح على البيت وبرجع لكم. اوكي يا شباب باك، وصلنا عند البيت اخيرا بعد تعب طويل تقريبا ساعتين ثلاثة يمكن. فالحمد لله وصلنا على خير، ما صار معنا شيء. ليش الباب مفتوح؟ كأني نسيته انا مفتوح. اوكي طفي لقلك، نزل كمان الرجل. طيب خلينا نشوف اللادة ليش هي صارت هون المنيو بالنص، ما علينا. المهم نزل هاي، نزل الهلمت، طلعها هون. هاي كمان تبع الديزل، حط ليها هون هلا بعدين بشيلها. هاي البطاريات، البطارية الثانية. خلينا نطبخ. صعي ما في كهرباء. هلا بدفع كمان فاتورة الكهرباء. خلينا نجرب البطاريات. لا، وين الفلاش لايت؟ موجود هون ما؟ ايوه تعال. مو شغال ما؟ مو شغال لا. حط هيك. لا، ايش سويت انا؟ شوف ما في ضوء. طيب ارجيني شلون بدي افتح، يعني من ورا؟ في ورا شي شغلة؟ باتري كفر، اوكي. ايوه كم بطارية؟ كم بطارية بده؟ يمكن تنتين على ما اظن، خلينا نشوف. طلع لي بطارية تنتين. حط هيك لشوف على جوا. ايوه هي وحدة، ترى الثانية. اربعة شكله بده ينحط. اربعة. اوكي خلينا نشوف نحط التنتين التانيات، وهاي للرابعة. اوكي تسكر اشوف. ايوه اشتغل حلو والله. والله هيك حلوة صارت، انه يعني وين راح؟ ايوه يا سلام، صار في شوية واقعية على الاقل، يعني صار في بطاريات. طيب خلينا نجيب كمان المسجل، نجرب المسجل هاد. طيب مكان البطاريات هون ولا هون؟ ليكو كفر. اوه هذا والله شكله يمكن اكتر من اربعة، شكله هذا اكتر من اربعة. هذا فاضي، خلينا نجرب ما ورانا شي. حط لشوف، والله هذا شكله ثمانية بده، ثمانية شكله. ايه طرف هون وطرف طرف هون وراني طرف امامي. عشرة بده، عشرة. انا ما معي عشرة معلم. شو عشرة مع عشرة؟ ليش يعني بده عشرة؟ كل شغلة بدها بطارية واحدة، ليش العشرة هي؟ مبالغ فيها هي شوي. هتطل يا ما، مو شغال، ما حيشتغل، مو شغال، ما حيشتغل لا. طيب يا شباب خلينا خلاص، خلي ولي. المهم عرفنا انه في بطاريات، ان شاء الله بركي هيك بطريقي بجيب بطاريات معي. طيب يا شباب على العموم هي كانت حلقتنا لليوم. استكشفنا شوي في هون شوي تحديث، هذا التحديث نزل، وفي كمان سوينا هاي الحصاد تبع اللي بيحصد الزرع، بس ما انه كانت، ما كانت يعني ما كانت كويسة الشغلة هاي اللي اخدتها، ما كانت كويسة ابدا على هيك مصاري، بس 1500 بالمرة مو كويسة. فعلى العموم هاي كانت حلقتنا لليوم، اتمنى الحلقة عجبتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم معاذ او عستيكو، والسلام عليكم.